السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حكومات الاحتلال ضعيفة ومخترقة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كل السلاح الثقيل المتوسط الخفيف هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط. نحذر وبشدة الكاظمين وشرارهم. أنا بدي أكشف لكم يا ناس كارثة حصلت معي. الكارثة التالية: 2019 أحد الأشخاص هددني بالقتل والتصفية، أقمت عليه دعوة قضائية بمديرية الاستخبارات من 2019، حالياً 2021 والدعوة نائمة بمديرية استخبارات السماوة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يعيش العراقيون في خضم أزمات متتالية مستمرة أدخلتهم بها حكومات الاحتلال المتعاقبة بسبب فشلها حينا وتواطؤها حينا آخر، حيث لم تنجز هذه الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال أي شيء يقدم منفعة للشعب العراقي أو للدولة العراقية، بل ساهمت في تنمية الأزمات والصراعات وتصديرها كذلك. ولعل الميليشيات هي المنجز الأهم لهذه الحكومات، التي رغم إنفاقها أكثر من 150 مليار دولار بحسب الأرقام الحكومية على صفقات التسليح، والتي كانت من المفترض لتقوية القوات الرسمية، إلا أن هذه الأموال لم تقدم أي شيء للعراق من الناحية الأمنية سوى هدر للمال العام. والدليل هو أن المواطن العراقي يعيش في رعب وإرهاب مستمرين بسبب سطوة الميليشيات ونفوذها وقوتها المتنامية أمام قوة الدولة. محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي أكدت ضعف الدولة وفشلها في تطبيق سياسة حصر السلاح بيدها رغم الوعود الكثيرة، لكن الأمر عده مراقبون وارد في ظل فشل الدولة. الأمر الأبرز في هذا الحدث هو اللجنة التحقيقية المعنية بتحديد هوية منفذي محاولة الاغتيال، والتي ظهرت عاجزة عن تحديد هوية المنفذين للهجوم، بل وقد تحدث قاسم العرجي مستشار الأمن القومي عن عملية تدمير الأدلة من قذائف وغيرها قبل رفع البصمات من عليها، في فشل آخر يضاف لسياسات حكومات الاحتلال في طمس الحقائق والعجز عن فرض شخصية الدولة. وهنا نتساءل مشاهدينا الكرام، كيف يمكن تدمير الأدلة قبل رفع البصمات منها؟ ولماذا لم تعلن حكومة الكاظمي عن هوية المنفذين رغم إعلانه هو سابقا أنه يعرفهم جيدا؟ هذه الأمور أيضا دفعت بالعراقيين إلى التساؤل: إذا كانت اللجان التحقيقية في العراق بهذا السوء، فكيف سيتم الكشف عن قتلة المتظاهرين؟ ومن سيكشف عن مصير المغيبين؟ بل من سيكشف عن أي حقيقة في العراق؟ وإذا كانت الدولة مخترقة بهذه الصورة الفجة، فلماذا الإصرار على التمسك بالحكم والتحكم بمصير الملايين؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. لدينا الآن مشاهدينا الكرام مقطع مصور، وهو يرصد بعض الآراء من مواطنين عراقيين حول أو بشأن قضية اللجنة التحقيقية التي خرجت أمام وسائل الإعلام لتتحدث عن معلومات يعلمها الجميع دون حتى أن تذكرها،
ولكن قد أضافت بعض التفاصيل التي كانت خافية عن المشاهد. لكن الفكرة الأهم والسؤال الأهم هو ما نتيجة هذه التحقيقات؟ لماذا لم تعلن هذه اللجنة العليا كما تصف نفسها عن هوية منفذي محاولة الاغتيال أو الهجوم الذي استهدف منزل مصطفى الكاظمي؟ وإذا كان هذا الحال بمحاولة استمالة الناس ومحاولة طلب المساعدة من هنا ومن هناك كما قال قاسم العرجي، فما فائدة لجان التحقيق في العراق؟ دعونا نشاهد ثم نعود. من تحقيقات أولية يعني لم تضف شيئا جديدا عما هو شاع بالشارع يعني، وإنما كان هناك نوع من التصحيحات على بعض المعلومات بين عدد الطائرات، طائرة مسقطة وطائرة غير مسقطة والجهة اللي أتت منها والجهة اللي غادرت إليها، يعني هذه المعلومات اللي أعلنت يعني ما أعتقد هي تكشف عن أشياء جديدة ومهمة. يعني المنطقة الخضراء إحنا مثل ما نعرف هي منطقة مو فقط تواجد الحكومة العراقية والطاقم الحكومي، هي منطقة تواجد السفارات والممثلية العربية والدولية، فإذا كان التعاطي معها بهذه الطريقة هذا راح يخل بصورة العراق أمام المجتمع الدولي، يعني أنه العراق غير قادر على كشف تحقيق بسيط ويعني بالإمكان يعني إحنا بعد يوم الحادث عرفنا أنه شنو طبيعة الاستهداف وشون كان شكل الاستهداف وشون كان موقع الاستهداف. الغاية منها والوقوف من وراءها هي جهات سياسية بحتة، الغاية منها تسقيط واستهداف هيبة ومكانة وسيادة الدولة، فهي نقطة تنحسب على الحكومة العراقية. كان الغرض منها والشجاعة منها أن تكشف أمام رأي الشارع العراقي أو أمام الصحافة والإعلام وأمام المجتمع الدولي، حصلت على مساندة قوية وانتهاك لحقوق سيادة وكرامة العراق. الآن مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال اتصالاتكم. معنا سيد صادق من بغداد أول المتصلين، تفضل يا صادق. السيد صادق من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله اشكركم واشكر قناه طلاب بيان على البرنامج. الله يسلمك، حياك. تفضل يا صادق. حقيقه الاستخبارات عندنا في العراق ضعيفه، والتحقيقات ما ادري ليش جاي تفقد ما يعلوها، لما يكمل التحقيق ليش ما يطلعوه؟ يعني ما اعرف، هاي مشكله اللي عانى منها البلد دائما. نعم سيد صادق، اذا يعني كانت اللجنه التحقيقيه المشكله لمعرفه من استهدف رئيس الوزراء ما عندها جواب تنطيه للراي العام للعراقيين للحكومه نفسها لرئيس الوزراء، شلون لعد باللجان المعنيه بشؤون المواطنين؟ استاذ العزيز، هي اي قضيه تصير يشكل بها لجنه اختفت القضيه. اي قضيه تصير عندنا بالبلد اذا شكلت بها لجنه اختفت القضيه. يعني ما اعرف اللجان اللي شكلوها متفق عليها، يعني هاي قضايا كثيره من هاي من رئيس الوزراء وغيرها وايد قضايا تشكلت فيها لجان اختفت. احنا حتى قاموا الشعب العراقي باوع حاله اجنه انتهت بعد ما طلعت. يعني هاي اللجان يعني صارت نقمه مو 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 باب لانهاء ازمه. يعني اللجنه ما اعرف يعني اللي جاوا يطلعون ويصورون اللجنه هي جابوا اكو قضايا هسه قضايا بالمواطنين ياخذوه ويطلعوه كشف دلاله يكشفون عليه وبعدين تشكلت فيها لجنه راحت ظل المقدور ويوقع بها الشعب. اشكرك يا صادق من بغداد، ويانا احمد من الفلوجه، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله احمد، تفضل. السلام عليكم. احمد. نعم. تفضل يا أحمد عليكم. أسمعك. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد. أحمد من الفلوجة موجود؟
ما أعرف شنو المشكلة. أحمد عاود الاتصال مرة ثانية، صوتك واضح لكن كان هناك مشكلة بالاتصال. صادق يقول بأنه كل أزمة في العراق إذا تشكلت لها لجنة تحقيقية ماتت القضية، اختفت الحقيقة. لماذا هذه اللجان التحقيقية أصبحت عبئا على الدولة العراقية؟ لماذا لم تخرج أي نتيجة تخص قضايا المواطنين، قضايا الدولة العراقية، محاولة اغتيال الكاظمي بغض النظر هو إن كان شخص غير مهم بالنسبة للمواطن، لكن الفكرة أنه تم استهداف رئيس هذه السلطة. طيب أليست هذه السلطة من المفترض بها أن تبحث وتكون جادة بالكشف عن الحقيقة، خاصة وأن أصابع الاتهام تشير إلى الميليشيات الموجودة في العراق، وكل الدلائل من صحف دولية ومنظمات وغيرها أشارت إلى هذه الأطراف التي تحمل السلاح داخل العراق بشكل غير قانوني. بل حتى وصل الحال إلى الصحف المؤيدة لهذه الميليشيات أو للنظام الداعم لهذه الميليشيات مثل روسيا، التي قالت بأن من استخدم هذه الأسلحة هو نفس الذي يستخدمها ضد القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية، يعني نفس الميليشيات. لماذا هذه اللجنة لم تصل إلى هذه الحقيقة؟ والحديث هنا طبعا عن كل اللجان التي شكلت منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. عبد الرزاق من بابل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال محمد، بالنسبة للجان شكلت هي نعم ولا الحكومة هي يعني باستطاعتها أن تكشف يعني جرامية. وبالضربة الأخيرة خير قليل يعني ضربة شو اسمها نعم عبد الرزاق نعم وياك نعم. عبد الرزاق صوتك بس شوية دا يقطع، بس أسمعك تفضل تفضل يا عبد الرزاق. عرفهم نعم تعدل الإشارة وهو يعني كان يعني مو المفروض انه كلمة اني اعرفهم جيدا اللي قالها مصطفى الكاظمي كفيلة بانه تكشف من هم اللي هجموا على بيته او اللي حاولوا قتله؟ ما يحتاج الموضوع لجنة تحقيقية، ليش هذا الجر والعر وما الناس ما افتهمت اي شيء من هذا الموضوع؟ طلع قاسم العرجي 18 او اكثر من 18 دقيقة والناس ما افتهمت شنو النتيجة. يعني اذا هو يعرفهم جيدا لعد وينهم؟ هذا دليل على ان رئيس الحكومه انسان عاجز وانسان يعني رديد امام الميليشيات. نعم. فهو يعرف نفسه، هو اجى للحكومه نتيجه التوافق السياسي اللي بين الكتل، فلا يهش ولا ينش. فهذا دليل على انه يعني لا يشيل ولا يربط، انسان عاجز ما عنده سلطه. نعم. على اداره البلد ما عاد سلطة على ردع هذه الميليشيات. فإحنا يعني صراحة يعني نعرف كل الزين بأنه رئيس الحكومة ما إلى أي دور فاعل بقيادة البلد، ومو بس الكاظمي محمد، حتى اللي قبله عادل عبد المهدي واللي الجرائم اللي صارت أبو بختر قتل الثوار تشرين ولحد الآن ما كشفوا شو اسمه القتلة، فهم واحد يغطى على الآخر يعني من رئيس وزراء ورئيس وزراء يغطون على الجرائم، فهم يقولون نفسهم ما راح يبقون. وهذه شنو فائدة يعني تشكيل لجان تحقيقية؟ يعني السيد صادق من بغداد يقول كل ما يريدون ينهون قضية يقول لك شكلنا لجنة تحقيق، شنو فائدة هذه اللجان؟ هذه تخدير أستاذ محمد، هذه تخبير حتى يعني طمطمة الموضوع مسبقا. هو من يقول لك يعني راح الشكل لجنة ما معناته طمس الحقائق؟ هاي الغاية مالته، ولا كم لجنة شكلها؟ وين شنو اللي ظهروا؟ قتلت قلت لك ثوار تشرين، قتلت يعني وين المفكرين وين المحللين الصحفيين؟ الحكومة عاجزة أستاذ محمد.
طيب عندي سؤال لك سيد عبد الرزاق، يعني لما يقول قاسم العرجي انه اللي رفعوا المقذوفات والقذائف اللي سقطت على منزل الكاظمي عدموها قبل يرفعون منها البصمات، هل تعتقد بانه هذا فشل في هذه الاجهزه المعنيه، مثلا اجهزه المتفجرات او الاجهزه المعنيه بالكشف عن المتفجرات وغيرها، ام الموضوع كان مخطط له انه يخفون الادله اللي تثبت تورط جهات معينه؟ صار محمد انت تعرف كل زين بانه هو قاسم العرجي هو جذوره منين؟ هو من قوات بدر. نعم. فالسؤال يقول انا اخذ من وقتك. لا تفضل. بقت اياد علاوي. اي. بقت اياد علاوي راح مدينه الكوت. فالتقى به مع محافظ الكوت، كان مؤتمر مجلس وزراء، فمحافظ الكوت طلب من عنده ان يزور الكوت. نعم. فراحوا كل المجلس يعني مجلس الوزراء اللي مختصين وزير الداخليه وزير اللي حاصل يعني وزراء مالته راحوا الكوت، فمن راح الكوت خلوه مثل الاطرش بالزفه، كلهم يحكون ايراني من وزير الداخليه القاده الامنيين، فعلى اثرها رجع بانه هو محاط بالولائيين واللي لهم ولاء لايران، فهذا نفسه حاله عرف كل الجيم يعني رئيس الوزراء بانه المحيطين به هم اداه ايرانيه، فقاسم العرجي انت تعرف كنت تصير جذوره ايرانيه وكان يقاتل الجيش العراقي ومن قوات بدر. طيب. يعني بين الادله وحتى التحليل مالته يعني التحليل يعني اي واحد اي انسان عنده عقل وهذه يقول هذا انسان يريد يغطي على حقائق معروف كل زين العرجي يعني الكلام مالته والتحليل مالته اعرج واعور. طيب يعني مو تحليل مال الدوله. انا اشكرك يا سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا لك. عندنا احمد من كركوك، تفضل يا احمد. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله يا احمد، اهلا وسهلا. بس انا سبق اتصلت بي قبل فتره. نعم. على مود قرار 315 ما صار الا عند الحكومه. طيب. طبق القرار. ماشي، ما صار شيء على القرار. ما ادري يعني قالوا راح يمشون بس الرجعي حتى الان ما في شيء. طيب. أنا ليش أسمع تداخل اتصالات يا شباب؟ أحمد. السلام عليكم. أحمد من كركوك وياي. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وياي؟ مازن من بغداد. مازن من بغداد. أحمد وين راح؟ طيب مازن تفضل. وياك أستاذ محمد. صارك تداخل بالاتصالات. خليك وياي يا مازن، خلينا نكمل الحديث ويا احمد وارجع لك. احمد تفضل. استاذ محمد على مود قرار 315. اي. من 2006. السلام عليكم. طيب مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل، يبدو اكو مشكله بالاتصالات. نروح لفاصل ومن بعده نعود لنكمل الحديث ويا مازن من بغداد وأحمد من كركوك إذا بعد موجود. فاصل ونعود.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن حكومات الاحتلال المتعاقبة طبعا، المتخبطة الضعيفة، ولجانها التحقيقية التي لم تثمر عن أي نتائج حقيقية توصل حقائق إلى الرأي العام الداخلي، إلى الشعب العراقي وكذلك الرأي العام الدولي. محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي كان من المفترض، كما قال أنه يعرفهم جيدا، أي يعرف من نفذ الهجوم، أنه سيصل إلى الحقيقة أو يوضح الحقيقة للشعب العراقي بفترة وجيزة، لكن اللجان التحقيقية أو اللجنة العليا التحقيقية التي شكلتها الحكومة لم تأتي بأي نتيجة، بل كانت هناك صورة ضبابية. حتى الميليشيات، المتهم الأول بهذه العملية، انتقدت وتهكمت على سوء هذه اللجنة التحقيقية. يعني حتى الميليشيات المتهمة خرجت متبجحة طبعا، لكنها أيضا خرجت تنتقد عمل هذه اللجنة التحقيقية وما أعلنته وأسلوبها. وكذلك نتحدث اليوم عن قضية إعدام الأدلة قبل رفع البصمات عنها أو قبل التحقق منها. هل هذا خرق أمني ضمن الأجهزة الأمنية، أم أنه فشل في التعامل والتعاطي مع الأزمات وهكذا حوادث في العراق؟ نتساءل أيضا عن هذه الإنفاقات، أكثر من 150 مليار دولار بحسب الأرقام الحكومية من عام 2003 لغاية اليوم، والحكومة مستمرة بدفع المزيد من المليارات في سبيل عقود التسليح والصفقات وغيرها. لماذا لا يوجد نظام أمني وجهاز أمني على مستوى الأموال التي أنفقت؟ لماذا العراق من الناحية الأمنية ضعيف، فاشل في التعامل مع الأزمات، أجهزة أمنية مخترقة، الميليشيات تفرض رأيها وشخصياتها وسلاحها وقوتها على الدولة؟ إذن ما قيمة هذه الأموال التي أنفقت؟ لماذا لم تأتي بنتيجة تحفظ للعراقيين حياتهم، أمنهم، استقرارهم، وكذلك تحفظ لهذه الدولة أو للدولة بشكل عام هيبتها، وللحكومة كذلك استقلاليتها؟ معنا اتصال، أحمد من كركوك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا موظف عقد وزاري مال 315. نعم. من 2009 لحد 2020 تحولت على قرار 315 بدون مخصصات. نعم. ولحد الآن وعدونا بينطونا بث الرجع من شهر الواحد. أي. من شهر الواحد ينطونا بث الرجع من المخصصات، لحد الآن ماكو شيء. ليش ماكو شيء؟ لحد الآن ماكو شيء. ليش ماكو شيء يا أحمد؟ استاذي والله ما يقولون مخصصات ماكو على هذا القرار، واحنا اعدادنا كثيره يعني تقريبا بل 7000 عقد على هذا القرار. احمد، من شهر واحد لليوم سعر النفط بارتفاع مستمر، وخزينه الدوله دا يدخل لها شهر بعد شهر اموال اكثر، والشهر اللي فات، هذا اللي فات، دخل لي خزينه الدوله العراقيه اكثر من 7 مليارات او اكثر حتى من الدولارات، وهي كانت تكفي لرواتب وغيرها ويزيد منها. الحكومة هاي الفلوس وين دا توديها؟ ليش ماذا تصرف؟ وليش ماذا تنطيكم حقكم، خاصة وأنه هي اللي أقرت القرار؟ نعم نعم أستاذ، وين دا تروح هاي الفلوس؟ هي غرت القرار وما جاي تنطينا، ما أعرف ليش. شنو فائدة إقرار قرار من 2019 لليوم وأنتوا بلا مخصصات ولا امتيازات ولا حتى رواتب مثل باقي العالم والناس؟ أحمد؟ ألو أستاذي. نعم أستاذي. أستاذي قالوا لنا من شهر الواحد تقوم بث الرجعي، ولحد الآن ماكو شيء. تتوقع الحكومة صادقة لما تتكلم ويا المواطن وتوعده بهذه الأمور؟ أستاذي ما أعرف ليش هذا التلكؤ بالقرارات، ما أعرف ليش طلعتوا هذا. هيثم الجبوري يقول قرار غير مخالف للقانون، غير قانوني. هو أكو قانون بالعراق يا أحمد؟ أكو قانون بالعراق؟ والله أستاذي مواقف. نعم. أشكرك يا أحمد من كركوك، أتمنى طبعا صوتك يوصل، لأن هذه القضية حقيقة تؤزم شريحة كبيرة من العراقيين، عددهم كبير جدا، وعددهم يتجاوز طبعا 250 ألف شخص في عموم العراق، وهذا الرقم طبعا قابل للزيادة.
عقود وأجور يومية ينتظرون مثل ما وعدتهم الحكومة بإقرار هذا القرار 315 اللي يمنحهم امتيازات الموظفين الرسميين المثبتين بالدولة من سلف وقطع أراضي ومخصصات ودورات تدريبية وغيرها من هذه الأمور اللي هي من استحقاقهم. من 2019 لليوم الحكومة أقرت القرار شفهي ولا يوجد تطبيق. سلام من بغداد، تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ومتابعي قناتكم، حياك الله. الله يسلمك. بالحقيقة بس إذا تعقب على الأحداث الأخيرة وما حصل من محاولة اختيار رئيس الوزراء ونتائجها المبهمة لحد الآن، يعني الكل يتحدث أن هذه عملية الاختيار هي محاولة الاختيار هي يعني إهانة لهيبة الدولة. لكن نشوف إحنا يعني قوة السلطة الماسكة بالسلطة الآن، كل من يعتبر يعني يفهم الدولة بمنظورها الخاص، ما يفهم الدولة هي هو العراق وهي المؤسسات. الدولة هي السلطة اللي هو يمسكها. فلذلك نشوف بالعراق أكو أكثر من دولة، مو دولة واحدة. وكل من يعني يتصور بأن هذا الشخص الجهة المقابلة هي اذا تعتدي على دولته واذا تعتدي على نفوذه. فلذلك نشوف يعني ماكو اعتبار للقانون او للعراق او لهذه الاشياء. نشوف بسهوله رئيس تجمع معينه او كتله معينه يتحدث ويهدد رئيس وزراء، ونشوف رئيس كتله يتحدث ويهدد. يعني انت تقول، انت تقول باختصار انه اليوم العراق بدويلات داخل دوله، هي مجموعه دويلات او امراء حروب او لعد شنو لعد شنو يطلعون هيبه الدوله واستقلال الدوله وقرار الدوله وكلهم يتحدثون باسم الدوله العراقيه طبعا، لكن واقع الحال مثل ما تفضلت عدهم كل من عنده دولته الخاصة، امبراطوريته مسيطر على منطقة من مناطق العراق، محافظة أو منطقة داخل محافظة، وما حد يقدر يتكلم وياه. هذا القانون اليوم اللي موجود بالعراق متى يطبق ويطبق على منه؟ أنا يعني ما سمعت واحد منهم يتحدث عن هيبة العراق. يعني كلهم يتحدثون برموز هيبة الدولة والأمة والتمزق والسلم الأهلي. ما حد يتحدث بصورة واضحة ودقيقة أنه هو انتماء للعراق. مو انتماء وولاء ومرجعيته خارج العراق. هذا اللي يتحدثون عنه هو مجرد مناورات. احنا وراء الكواليس ثم يتحدثون بصراحة. يعني هاي السلطة ماتي ما اريد احد صام بالقانون بالباطل بالحق، ما اريد احد ياخذها من عندي. وكانهم هم مافيات او كانتونات سياسيه، كل من ماخذ جهه معينه ومسيطر عليها سواء كانت على ارض او على سلطه او على وزاره معينه. ما حد متشبث بالسلطه اللي هو ماسكها والمنافذ اللي يحصل منها فلوس، سواء كانت وزاره او سواء كانت ارض او منفذ حدودي او جبل او 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 طريق عري يحصل منه فلوس ومتمسك فيه متشبث فيه. هي هاي دولته، هي هاي مصدر عيسى ومصدر تمويل سلاحها والقانون والسلطه اللي يحميها. احنا للاسف يعني نحتاج اذا اردنا نصلح الوضع لازم نصلحها من اعلى القمه، وهي من يعني تنظيف السلم يبدا من الاعلى. نحتاج نوصل النواة اللي مصدر القرار اذا كان العراقي حقيقي يقدر يواجه، يحاول ان يواجه مثل هاي الكرانتونات. ربما العمليه تطول سنه وتبكير وخمس سنين، لكن لازم يكون اللي واصل مصدر القرار هو عراقي حقيقي نظيف، يعني فعلا فعلا يؤمن بالدوله وبالقانون. اشكرك اشكرك يا سلام، وصلت الفكره. لابد أن يكون هناك عراقي حقيقي. من اليوم من ذول الموجودين ضمن الحكومة أو ضمن هذه الأحزاب هو عراقي حقيقي ساعي إلى التغيير وإلى تنظيف هذا البلد؟ كلهم إيدهم بيد بعض. وأكبر دليل الاجتماع اللي صار اليوم في منزل هادي العامري اللي ضم زعماء الميليشيات وكل من تلطخت يده بدم العراقيين ومن سرق أموال العراقيين أو متهمينهم على الأقل بهذا الموضوع، تجمعوا في هذا المكان. كل من قتل المتظاهرين كان موجود، كل من قتل الأبرياء في العراق كان موجود في هذا المنزل.
في منزل العامري، وخرجوا بالنهاية بحكومة توافقية وانتهى موضوع الانتخابات. هذا الصراع الانتخابي كله انتهى بهاي القاعدة، حكومة توافقية انتهى كل الموضوع بهذه الجملتين. بعد شنو الفائز والخاسر ومن هالسوالف اللي دوخوا بها العراقيين وحولوا الموضوع إلى صراع، في حين أنه هو انتهى بقعدة غدا في بيت العامري. نصر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ حياك الله يا نصر، أهلا وسهلا. الله شاهد قلبي، يعني قلبي متروس قهر وضين. نعم. يعني هذا العراق العظيم، هذا العراق العظيم، بلد الشطين والنهرين والزراعة والصناعة وكل شيء، فهليته بيت هذول المضعطة المخونة. تمام سار عليك الله. أنت شو تقول؟ يعني بيت ذول المضعطة والخونة. يعني عليك الله، عليك الله، يعني هذا العراق العظيم، هذا العراق العظيم. أبو التغذية الله شاهد، كنا طلاب بالإثمانينات. نعم. يعني بصف خامس ابتدائي تجين التغذية المربى والصمون الحار، ويعني الصحة وزراعة وكرامة. نعم. ويعني كل شيء كان يتبين ذولة. نصر شنو رأيك بشغلتين أريد أسألك؟ النقطة الأولى باللجنة التحقيقية اللي طلعت للرأي العام إيدها فارغة، لا متهم لا اسم لا جهة لا كل شيء، واطلبوا المساعدة من الدول الشقيقة من الأحزاب من ما أدري منو أنه يدعمونا بالأدلة. لعد أنتوا شنو وظيفتكم إذا أنتوا لجنة تحقيقية تدورون المساعدات؟ شنو رأيك وتعليقك على هذا الموضوع؟ استاذ هاي يعني هاي مهزلة، هاي ضحك، هاي كلاوات، هاي كذب 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 كذب. شنو لجنة؟ شنو عليك الله؟ نعم. يعني بشرفك يعني يعني ما حرامي، يعني حرامي راح سطع على واحد. تمام. نعم. من حرامي راح سطع على واحد، لا لزمه لا ضربه لا كتله لا فشخه. شلون عرفت؟ نعم. طيب تمام. السؤال الثاني، اليوم فضل. صار اجتماع في منزل زعيم ميليشيا بدر هادي العامري ضمن ما يسمى بالإطار التنسيقي، ودعوا مقتدى الصدر زعيم ميليشيا السرايا الفائز بهاي الانتخابات المزعومة طبعا، دعوه إلى المنزل ضمن هذا الاجتماع، طلعوا بالنتيجة، وطبعا كان موجود الخزعلي والمالكي اللي واحد منهم كل يومية يغلط على الثاني. صار بيناتهم هذا الاجتماع، طلعوا بنتيجة الحكومة توافقية. لعد شنو فائدة الانتخابات؟ لعد ليش سويتوا انتخابات أصلا إذا الموضوع ممكن ينحل بقعدة غدا مثل اللي صارت اليوم ببيت العامري، والخسران صار إلى نصيب بهالحكومة، والفايز صار إلى نصيب بنفس الحكومة، وكلهم يتوافقون على شخصية يجيبوها وانتهى الموضوع. ليش لعد سويتوا هالانتخابات والانتخابات مزورة، والفلوس اللي انصرفت على الأجهزة والبطاقات البيومترية هاي شنو هذا كان الموضوع؟ أستاذ العزيز. نعم. أستاذ العزيز تسمعني؟ أسمعك. هي كلها طبخة مطبوخة. الله شاهد. هذا اللي مالاتك وذني مالاتي. هذا يزعل على هذا وهذا يزعل على هذا. أعطيني وزارات وأعطيك وزارات. نعم. هاي كلها كلاوات. بالقرآن كلها كلاوات. كلها ضحك عن بقول. مو طلع مقتدى الصدر يقول أنا ما راح أشترك بخلطة العطار هاي، مو هيك قال؟ شو هي هاي، مو خلطة عطار؟ أستاذ. نعم. أستاذ رحمة الوالدي، إحنا ما لنا علاقة، يطلع يشتم يطي ما يطي، قال كله ضحك عن بقون. الله شاهد، العراق مبيوع مبيوع محاططة اليوم من اجتمعوا. الله شاهد من اجتمعوا اليوم، هلقد وزارات لك والقد وزارات لي، انطيني وطيك. نعم. يا ما حد يبقى من الوطن. زين بشرفك اسالك سؤال، هذول كلهم هسه قاعدين. نعم. صار 18 سنه. الله شاهد سوينا شنو؟ كهرباء، تعليم. طيب راح اجيب لك اياها بنقطه، واريد منك رد لو سمحت سيد نصر. بالسوشيال ميديا طبعا.
بالمواقع وتحديدا خلينا نقول في موقع قناة الرافدين على الفيسبوك، أنا أشوف تعليقات هواية من المعارضين اللي هاجمون ويسبون ويفشرون. طبعا أوكي لما يقولون ها أنتوا قناة كذا، أنتوا تهاجمون الحكم هذا، حكم الأغلبية، حكم المادري شنو. أنت مثل ما تفضلت 18 سنة إيش حققوا؟ أنا بس أريد منك رد أنت مواطن عراقي لهذه الأصوات اللي تقول بأنه هاي الحكومات حكومات مقدسة وذولا قادتنا وما حد يحكي عليهم. إيش قدموا للمجتمع العراقي؟ هل بلطوا شارع؟ هل بنوا مستشفى؟ بنوا مدرسة؟ إيش حققوا للمجتمع العراقي حتى يستاهلون أن هم يستمرون بالحكم؟ أخي الكريم أترك بالله، أترك الشارع وأترك المدرسة وأترك كل شيء. أي بس أسألك سؤال. تفضل. أسألك سؤال، أترك كل شيء، أترك التبليط وأترك طيب. المدرسة وخليك ستولي ماشي بصورة يعني. أسألك بالله أي. أكو أحد من حدهم ذولا هسه قاعدين كلهم دا يجتمعون ودا يسوون، أكو أحد من حدهم قال إيران ليش قفلت المي قطعت المي علينا؟ أكو أحد من عندهم قال ليش تركيا دخلت في الشمال ودا تخفوا وبطعوا المي علينا؟ أكو أحد من عندهم يعني شحكي ياك ترى يعني سؤال أخير تركيا. سؤال أخير أختم وياك، وهو كان سؤال انطرح اليوم بحلقة التواصل اللي عرضناها. واحد من المشاركين لما شاف هاي الصورة مع لقائهم اللي في بيت العامري سأل سؤال، هذا القصر مع العامري اللي بس المضيف مالته ما شاء الله هالكبر، منين جاب فلوسه؟ والله إذا أنا أقول لك منين جاب فلوسه، إذا قال الإمام حرب وإذا قال الإمام صلح أي هذا كان يضرب بجنونة هذا صار. طيب شكرا يا نصر من بغداد، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، الجزء الآخر طبعا من حلقتنا اللي مرتبط بموضوع اليوم الأساسي وهو التوافقات السياسية وهاي الحكومات شلون تتشكل ولذلك تكون ضعيفة ولذلك تكون مخترقة، لأنه دائما هناك الأحزاب لها كلمة لها دور في التأثير على إن كان القضاء إن كان اللجان التحقيقية إن كان غيرها، وهي التي تنسق وهي التي تصيغ في النهاية الحل أو الصيغة النهائية للموضوع. يعني تطلع اللجنة التحقيقية بعد توافق الأحزاب بعد النصوص المكتوبة بعد التوجيهات والتعليمات، وتطلع اللجنة التحقيقية يا أما معلومة سطحية يا أما أكباش فداء يذهبون في هذه القضايا. وقالها طبعا هادي العامري، قال إحنا نأثر على القضاء، اليوم ماكو أحد ما يتأثر. إذن الإطار التنسيقي أو ما يعرف بهذا الإطار اللي هو يضم التحالفات والأحزاب الخسرة بهاي الانتخابات اجتمعوا اليوم في منزل هادي العامري، دعوا مقتدى الصدر إلى القدوم، كانوا موجودين المالكي الحكيم الخزعلي فالح الفياض ومقتدى الصدر وطبعا هادي العامري، اجتمعوا على مأدبة الطعام وبعد الأكل طلعوا بنتيجة أنه الحكومة توافقية. المواطن العراقي اللي راح انتخب والأغلبية اللي قاطعت اللي ظلوا يدفعون بيهم تعالوا شاركوا بالانتخابات، هل كان النتيجة بالنهاية أنه تطلع الحكومة توافقية ومحاصصة مثل ما قال نصر، أنه تكون النتيجة بالنهاية ترسم أو يرسم مصير العراق على يد هؤلاء بتوافق هؤلاء اللي كل واحد منهم عليه تهم فساد وجرائم ارتكبت في عهدهم ترقى إلى جرائم حرب ويستحق عليها في بعض القوانين حتى إعدام تصل؟ ليش ما انتهى الموضوع مثل ما يقولون اكو انتخابات فاز الصدر وكذا، الموضوع ليش استمر إلى هذه النقطة؟ تساؤل يطرح طبعا بالشارع العراقي بشكل كبير، أنه هاي نتيجة هاي الانتخابات وهذا الصداع اللي صدعتم به رؤوس العراقيين تعالوا انتخبوا وشاركوا حتى بالنهاية تجتمعون في مكان واحد وتطلعون تحددون مصير ملايين العراقيين. السيد أبو أحمد من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي بخصوص الحكومة اللي منطقة المنقول هم كلهم عملاء ويمشون نعم. بأمر إيران هذا نعم. الحكي مال قطاعات حكومة أغلبية وغيرها كلها إعلام
شد لهم إيران ينفذون. نعم. صدقني ما بي مماح الشريف يعني وطني نهائيا. ولا تصير حكومة بالعراق نهائيا إلا نخلص من إيران. هذا مصير العراقي يعني ما راح يصير له أي شر. أنا أقول لك ما طلع العملاء موجودين الحرامية ذولا تبعية مال إيران. أي. ما راح يتغير أي شيء. أبو أحمد سؤال، مقتدى الصدر يعني. مقتدى الصدر غرد بعد هذا الاجتماع قال لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية. من هم الأغلبية الوطنية؟ 85% من الشعب العراقي قاطعوا هذه الانتخابات. من هم الأغلبية؟ ذول الأغلبية اللي اجتمعوا في بيت العامري هم مسمين نفسهم الأغلبية. من هم الأغلبية الوطنية الموجودين اليوم في العراق اللي حيشكلون هاي الحكومة؟ هو اسم الأغلبية اللي هو أكثر عنده يعني مقاعد والتحالف اللي راح يصير وياها. دولة وطنيين برأيك؟ لأنه هو أصلاً ما بيهم وطني نهائياً. من الوطني؟ من 2003 لحد الوقت هذا شنو اللي سووه يعني؟ نعم. خراب العراق ونهبة. نعم. شنو اللي سووه يعني؟ من الوطني؟ من الشريف بيهم؟ للأسف ماطوا نهائياً وماطوا أي شريف بيهم، كلهم حرامية وقتله. شنو فائدة الانتخابات لعاد إذا وهم ليش أصلاً متعاركين وضايجين على نتائج الانتخابات ومفوضية الانتخابات إذا هي انحسمت بهاي القعدة؟ اللعبة السياسية هذه وكلها بأمر إيران وغيرها من شو تقول إيران تنفذ. هذا مقتدى الصدر اللي أنصاره دوخوا العراقيين وكل يوم موجودين بمواقع التواصل ينتشرون مثل الذباب، هذا القائد وزعيم الإصلاح والوطني والمادري منه. طيب بالنهاية يروح يحط إيده بإيد ذولة اللي هم يقول عليهم الميليشيات الوقحة والصراع اللي كان بينه وبين المالكي وكل هاي الأمور الإعلانية أو الإعلامية اللي كانت تظهر. أشو بالنهاية راح أحط إيده بيد الفاسدين، بيد اللي رفضهم الشعب إذا هم فعلا دا يقولون هاي انتخابات نزيهة على أساس، بيد الخسرانين. مهما كان حتى مهما كان حتى لو يقدر يشكل حكومة ما يخلوا ينجح نهائيا لأنه ما عندهم ميليشيات وهو ايش عنده لا هو ايش عنده يعني ما يخلوا ينجح نهائيا يحاربوه. نعم. هو قالها سابقا قالها سابقا لم تؤسس او تنشئ حكومه في العراق منذ 2003 لغايه اليوم بدون موافقته ودوره بيها، وكل الحكومات اللي كانت قبل الاحتلال لغايه اليوم هي باعتراف العراقيين فاسده وفاشله. إذن هو جزء من هذا الفساد والفشل. على شنو بعد الإصلاح والوطنية ودي يريدون يطلعوه هو البطل؟ مو الناس كلها تعرف الحقيقة، على منو دي يضحكون؟ يضحكون على الشعب العراقي. وللأسف الشعب العراقي لو ما يطلع ينتخب نهائيا ونخلص من عدو بالطاي ماكو ما مصير لأن ناس مستفادة وناس تبعية لهم يدوروها ويرجعون نفسهم ما راح يستعيد. سؤالي لك أبو أحمد الأخير بخصوص موضوع اللجنة التحقيقية المشكلة للكشف عن من حاول قتل الكاظمي، طلعوا ومثل ما طلعوا مثل ما راحوا ما افتهمنا منهم شيء غير أنه العملية مال الاستهداف شلون صارت، وكأنه الموضوع كان مبهم ما حد يعرف. الناس كلها تعرف أنه طائرات مسيرة واستهدفت بيت الكاظمي. الموضوع أنه ليش مدى يكشفون عن حقيقة المنفذين والكاظمي قال أنا أعرفهم، ليش ما يكشفون برايك؟ طبعا شنو اللجان التحقيقيه السابقه مع المتظاهرين ولا غيرها وغيرها اللي علنوها حتى يعلنون هاي. نعم. ما يقدر يعلن نهائيا واحد تسد فيها هذه تنغلق. نعم. ونفس الماضي يعني ما هذا كل حرامه ما يعلنون عنه لان هم نفسهم الميليشيات يخافون عندهم يعلن. نعم. هاي معروفه يعني. نعم. اشكرك يا ابو احمد من النجف، شكرا جزيلا لك. مصادر مطلعة ومقربة من هذه الأحزاب وكانت موجودة بعضها في منزل العامري أكدت أن ما يعرف بالإطار التنسيقي وزعيم ميليشيا السرايا مقتدى الصدر توصلوا إلى أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا خلال اجتماعهم. أضافت المصادر أن الحكومة القادمة ستقوم على مبدأ المحاصصة بحسب الاجتماع، واتفقوا على عدة نقاط أبرزها حماية الحشد هذه الميليشيات ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في البلد، إضافة إلى اتفاق الطرفين على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي مو بالعراق. وأيضا طبعا مثل ما قلنا الاجتماع كان في بيت العامري وخلص إلى هذه النتائج اللي تؤكد
أن هذا البلد يسير بنظام المحاصصة الطائفية، لأنه الاجتماع صار بشكل طائفي مثل ما شفتوا، وما كان أكو أغلبية وما كان أكو الجميع، كان بشكل طائفي حصرا موجود في بيت العامري، وهو أكبر دليل أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يحكم العراق بغض النظر عن هذه الشعارات التي ترفع وعن الأشخاص الذين يرفعونها. هم مشاركون بحديث العراقيين بكل هذه المفاسد والفشل الحاصل في الدولة العراقية منذ عام 2003 لغاية هذا اليوم. وصلت وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.